للأسف ديور العجزة أصبحت تتكاثر في المغرب. المعهود والمعروف هو أن كل إنسان يفعل كل ما في جهده من أجل والديه، خصوصا بعد شيخوختهما. والمعروف أيضا بأن الأبناء في أوروبا والغرب بصفة عامة يضعون آباءهم وأمهاتهم في الملاجئ الخاصة بالعجزة، وكنا نتأسف لذلك ونحمد الله على ديننا الحنيف الذي أوصى بالبر بالوالدين. لكن وللأسف أصبح العديد من أصحاب المال وبعض الأزواج يضعون أمهاتهم في ديور العجزة بدم بارد. هذا ما تعلموا من الغرب، تركوا الاقتصاد والعلم والتقدم واتبعوا التفاهات التي تخرجهم عن أمر ربهم. لم أكن أتصور بأن هناك أشخاص عرب ومسلمون يستطيعون الجذب آبائهم في الملاجئ. وليس هناك أي عذر لهذا العمل. هل هذا هو التقدم والرقي الذي تعلمتموه من الغرب، أم أن قلوبكم سوداء لهذه الدرجة؟